الرذائل الأخلاقية كلها من فروع هاتين القوتين. القوة الأولى القوة الغضبية، القوة الثانية القوة الشهوية. هاتان القوتان يجب أن لا ننظر إليهما باحتقار، لا، هاتان القوتان وجهتا ولا زالتا توجهان حركة التاريخ من اليوم الأول. اليوم الأول اللي كان على الأرض عدة أفراد، آدم وحواء وهابيل وقابيل وزوجة هابيل وزوجة قابيل. يمكن في ذلك الوقت كان هنالك ستة أفراد على وجه الكرة الأرضية، يمكن. الآن كان عندهم أبناء في ذلك الوقت أو ما كان عندهم أبناء، ما أعلم، المهم في هذه الحدود. منذ ذلك اليوم هاتان القوتان توجهان حركة التاريخ. الآن هذه الخريطة القائمة في العالم، الخريطة السياسية، الخريطة الاجتماعية، الخريطة الاقتصادية، الخريطة الثقافية، لهاتين القوتين دور كبير في الوضع الفعلي القائم ووضع التاريخ. وإحنا في كل مفردات حياتنا أسراء هاتين القوتين. يعني تريد اليوم تقوم لصلاة الصبح، الشيطان بالذات للشباب يجرهم إلى مضاجعهم، هذا فرع من فروع القوة الشهوية، شهوة النوم. عندما الإنسان يدخل بيته ويواجه وضع غير مألوف في البيت، الشيطان يغريه، القوة الغضبية تتحرك. كثير من الأزواج يشكون من زوجاتهم المؤمنات مع الأسف، وكثير من الزوجات المؤمنات يشتكين من أزواجهن المؤمنين مع الأسف. هذا المؤمن اللي يجي للمسجد يصلي أخلاقه طيبة، يضحك في وجه الناس، عندما يدخل في البيت يتحول إلى إنسان آخر. النفرة، الخلاف، المشاكل كيف تتولد؟ لأن الإنسان عبد لهذه القوة الغضبية، الحسد، الحقد، البغضاء، العداوات، كل هذه الرذائل الأخلاقية أو أغلب هذه الرذائل الأخلاقية من فروع هاتين القوتين.